الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
أو ليأتيني بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أحرج بالله العلي العظيم عليك أن تسحب أذاك من الجسد الآن طاعة لله. اسحب أذاك واسحب ما سببته من ضرر في هذا الجسد. اسحب أذاك من الرحم طاعة لله.
اسحب أذاك من أسفل الظهر ومن بين الأكتاف طاعة لله. اسحب أذاك إلى القدم اليسرى طاعة لله. اسحب أذاك من الرحم إلى القدم اليسرى طاعة لله. واسحب أذاك من الأكتاف إلى اليد اليسار طاعة لله. وحرج عليك بالله العلي العظيم أن تسحب أذاك طاعة لله. اسحب أذاك الآن، الآن طاعة لله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء تحرقه، اللهم احرق، اللهم احرقه بذنوبه، اللهم إنه عتى وتجبر في هذا الجسد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم كما أرى هذا الجسد عجائب قدرته فيه فأرنا فيه يا كريم عجائب قدرتك. اللهم أحرق أجنحته، اللهم بدد كل من يساندونه يا رب العالمين، اللهم عليك بهم كل ما علوا وارتفعوا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم لا تجعل لهم في السماء غاية ولا ترفع لهم راية يا رب العالمين. اللهم احرقهم جميعا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، سر الأسرار، بسم الله بركة ودعاء، بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار،
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللهم عليك به يا رب العالمين، اللهم دمر حصنه الذي هو فيه الآن. يدمر الحصون، تدمر الحصون، تدك الحصون على رؤوسهم جميعا، تدك الحصون على رؤوسهم جميعا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم إني أجعلك في نحورهم. اللهم إني أجعلك في أعناقهم جميعا. اللهم صلت عليهم من يقتلهم عددا. اللهم صلت عليهم جندك وعبادك. اللهم صلت عليه ملائكتك. اللهم صلت عليه ملائكتك يا رب العالمين. اللهم صلت عليهم من ينزعون من هذا الجسد نزعا عزيزا مقتدر. اللهم عليك بكل الأجنحة. اللهم عليك بأجنحتهم جميعا. تقصف الأجنحة، تحرق الأجنحة بأمر الله، تولع كل الأجنحة، يولعون ويحرقون بذنوبهم يا رب. اللهم أحرقهم بذنوبهم يا رب. اللهم كما أروا هذا الجسد عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب. اللهم قتل أبناءهم ورم نسائهم. اللهم عليك بكل عاشق خبيث استقر في الرحم. اللهم صلت عليه من ينزعه من الرحم نزعة. اللهم صلت عليه من يضرب عنقه بأمر الله الواحد الأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والنجم إذا هوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب
أصحاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تسحب أذاك من الجسد الآن طاعة لله وتخرج منه. اسحب أذاك من الجسد الآن واخرج منه. يسحب الأذى من الرحم إلى القدم اليسرى طاعة لله. يسحب الأذى من الظهر إلى القدم اليسرى طاعة لله. يسحب إلى أسفل القدم ويخرج من القدم طاعة لله. يسحب الأذى من الذراع، من الأكتاف، من العين، من الرأس. يسحب كل تعب في الجسد. يسحب السحر إلى خارج المعدة. يسحب يسحب يسحب. اللهم عليك به كل ما علا وارتفع. اللهم عليك به كل ما علا وارتفع. اللهم عليك بخادم سحر المقابر. اللهم انتقم منه شر. اللهم انتقم منه بشره. اللهم انتقم منه بشره. اللهم انتقم منه بشره. اللهم انزل عليه صواعق من السماء. يولع سحر المقابر. يولع سحر المقابر. يولع سحر المقابر. يولع خادم سحر المقابر. يحرق جلده. يحرق جلده. يحرق جلده. يحرق جلده. وتدمر أعصابه. وتدمر أعصابه. وتدمر أعصابه مثل ما فعل في هذا الجسد. اللهم دمر أعصابه فلا يستطيع الزحف. اللهم دمر أعصابه فلا يستطيع الزحف. اللهم عليك بأجنحته. اللهم اقصف أجنحته. يولع 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 خادم السحر. يولع خادم السحر. يولع خادم السحر. يولع خادم السحر. ويولع الخادم. يولع الخادم. يولع كل جن طيار. يولع كل جن زاحف. يولعون يولعون يولعون. يحرق السحر اللي في المعدة. ويحرق السحر. تحرق كل عقد السحر اللي موجودة في الجسد. تحرق العقد. ومن شر النفاثات في العقد تحرق عقودهم بأمر الله. تحرق العقد كلها بأمر الله. اللهم أحرق العقد. اللهم أحرق العقد. اللهم أحرق العقد يا رب العالمين. اللهم أحرق العقد يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيث بك وأنت المغيث. أنت المغيث. اللهم دمرهم. اللهم دمرهم جميعا. اللهم دمرهم جميعا. اللهم دمرهم جميعا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يولع اللهم عليك به يا رب العالمين.
اللهم عليك به بظلمه، اللهم عليك به بظلمه، اللهم انتقم منه، اللهم إنك أنت العزيز الجبار، اللهم إنا نجعلك في نحره، 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 اللهم عليك به كل ما علا وارتفع، 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 اللهم عليك به، اللهم عليك به وبخادم سحر المقابر، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بكل من يؤذي هذا الجسد، سواء خادم لسحر المقابر أو السحر المأكول أو السحر المرشوش، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم جميعا، يولع السحر يولع 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 قدام عيونهم حتى يعرفوا أن الله حق، حتى يعرفوا أن الله حق، يولع السحر قدام أعينهم جميعا حتى يعرفوا أن الله حق، حتى يعرفوا أن الله حق، حتى يعرفوا أن الله حق، يولع السحر بأمر الله، يولع يولع يولع، ويقتل ويقتل كل الجنود، يقتل كل من يحرص هذا السحر، يقتل كل من يحرص هذا السحر، يقتل كل من يحرص هذا السحر، يقتل خادم سحر المقابر، ويقتل خادم السحر المأكول، ويقتل كل جن طيار، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بكل من زحف، اللهم عليك بكل جن يزحف، اللهم عليك بكل جن يطير، اللهم عليك بكل جن يطير، اللهم أنزل عليه نار من السماء، اللهم أنزل عليهم نارا من السماء تحرقهم جميعا حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، اللهم اجعلهم عبرة في عالم الجن، اللهم اجعلهم عبرة في عالم الجن لمن يعتبر بهم يا رب العالمين، لمن يعتبر بهم يا رب العالمين، اللهم إني أجعلك في نحورهم، اللهم إني أجعلك في نحورهم، اللهم إن هذا دعاؤنا إليك، اللهم إن هذا دعاؤنا إليك، اللهم ضعف بنا الحال، اللهم ضعف بنا الحال، اللهم ضعف بنا الحال، ولم نجد لنا نصيرا إلا إياك، اللهم إننا ليس لنا نصيرا إلا إياك، اللهم احرقهم حرقا، اللهم احرقهم حرقا، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم صلت عليهم جندك وعبادك الصالحين، اللهم صلت عليهم ملائكتك، اللهم صلت عليهم ملائكتك، اللهم إنك قلت وقولك الحق، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وأن للكافرين عذاب النار فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا يولع خادم السحر اللهم عليك به اللهم عليك به كل ما علا وارتفع 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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا رب يا رب إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا رب اللهم لا تجعل لهم في هذا الجسد مستقرا ولا مقاما اللهم لا تجعل لهم في هذا الجسد لا مستقرا ولا مقاما يا رب العالمين اللهم انزل عليهم صواعق من السماء تحرقهم اللهم احرقهم اللهم احرقهم يولع خادم سحر المقابر يولع خادم سحر المقابر ينزع جلده بأمر الله ينزع جلده حتى يكون عبرة لمن يعتبر ينزع جلده ويشل عصبه يشل عصبه يشل عصبه اللهم عليك بكل خبيث يتحرش بهذا الجسد اللهم عليك به اللهم عليك بكل من يتحرش بهذا الجسد اللهم عليك بكل من يسقط الجنين من هذا الجسد اللهم عليك بكل من يسقط الأجنة من هذا الأجساد اللهم عليك بكل من يسقط الجنين اللهم عليك بمن يسبب إفرازات من الرحم اللهم عليك بكل من يسبب إفرازات كريهة من الرحم يجعل الزوج ينفر من زوجته اللهم عليك بكل من يضيق صدر هذه المرأة عند زوجها اللهم عليك بكل من يؤذي هذا الشاب اللهم عليك بكل من يؤذي هذا الشاب اللهم عليك بهم جميعا يولعون 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 وتقتل ويقتل 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 كل خادم سحر يقتل خادم السحر الطيار يقتل 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 وتكسر أجنحته يولع 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 الآن يولع 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 كل من يسكن أسفل الظهر ويولع كل من يسكن في الأكتاف يولع كل من يسكن في الأكتاف يولعون يولعون يولعون
يولعون جميعهم، يولعون جميعهم، يولعون بأمر الله. اللهم انزل عليهم صواعق من السماء، اللهم انزل عليه صواعق من السماء، اللهم احرقهم حرقا، 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 اللهم احرقهم حرقا. يرجع السحر، يخرج السحر من الفم الآن، يخرج السحر من الفم، يخرج السحر، يسحب 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 السحر اللي في المعدة، يسحب السحر اللي في المعدة، يسحب السحر، يسحب 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 الآن الآن الآن. اللهم أنزع هذا السحر، اللهم أنزع هذا السحر. يولع كل سحر مدفون تحت عتاب المنازل، كل سحر مدفونا في المقابر يا رب العالمين، يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ف
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد من همزه ونفثه ونفخه وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق
وكنتم عن آياته تستكبرون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الميت من الحي ومخرج الحي من الميت ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. فأخرجناهم من جنات وعيون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا وكذلك تخرجون. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللهم أخرج كل من يسكن في هذه الأجساد اللهم أخرجهم جميعا يا رب العالمين اللهم أخرجهم جميعا يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فاضربوا فوق الأعناق تضرب أعناقهم جميعا بأمر الله تضرب جميع الأعناق تضرب جميع الأعناق تضرب جميع الأعناق يولع سحر المقابر ويولع خادم السحر الذي يتجبر ويولع خادم السحر الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها اللهم انزل عليه صواعق من السماء تحرقه اللهم انزل عليه صواعق من السماء تحرقه اللهم عليك به كل ما علا وتجبر اللهم عليك به كل ما علا وتجبر اللهم عليك به هذا الخبيث اللهم عليك بكل جن طيار اللهم عليك بخادم سحر المقابر اللهم عليك بخادم سحر المقابر اللهم انزل عليهم صواعق من السماء تحرقهم يا رب العالمين اللهم دمر حصونهم جميعا
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ثم يعدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يخرج من بين الصلب والترائب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يسحب كل من يسكن في الرحم، يسحب من الرحم، يسحب من الرحم بأمر الله، يسحب الآن، يسحب من الرحم، يسحب من الرحم، يسحب من الرحم، يسحب ويزلزل ويغلغل 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 ويقتل. يسحب من يسكن أسفل الظهر، يسحب من يسكن أسفل الظهر، يسحب 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 إلى القدم اليسرى. يسحب من يسكن في الرحم إلى القدم اليسرى. يسحب من يسكن في المعدة ويخرج خارج المعدة بأمر الله، يطلع خارج المعدة طاعة لله، يطلع خارج المعدة طاعة لله. يسحب كل من يؤذي هذه الأجساد، يسحب يسحب بأمر الله، يسحب بأمر الله، يسحب ويزلزل ويغلغل بأمر الله. يسحبون 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 ويقتلون بأمر الله. يسحبون ويقتلون بأمر الله. يسحبون ويقتلون بأمر الله. يسحبون ويقتلون بأمر الله. يسحب من يسبب تشوه في الجمال. يسحب من يسبب تشوه في الجمال. يسحب من يسبب تشوه في الجسد. يسحب من يسبب رائحة كريهة في الجسد. يسحب من يسبب رائحة كريهة في الجسد. يسحب من يسبب كل من يضر هذا الجسد. يسحب بأمر الله. يسحب بأمر الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله بسم الله.
يسحب كل ألم في هذا الجسد بأمر الله، يسحب كل ألم في هذا الجسد بأمر الله، يسحب كل ألم في هذا الجسد بأمر الله، ويسكن موضوعه، ويسكن موضوعه بأمر الله. بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أخي الكريم، أختي المباركة، كرروا الاستماع إلى هذه الرقية حتى تختفي الأعراض منكم تماما، وفضلا وليس أمرا انشرها لكل من تعرفهم، جعلها الله في ميزان حسناتكم. انشروها لكل من تعرفوهم، جعلها الله عز وجل في ميزان حسناتكم جميعا. ولا تنسى أنك تضغط لايك عشان توصل لأكبر قدر ممكن من الناس، وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الرقى الشرعية ووصفات العلاج بالأعشاب وتفسير الرؤى والأحلام في البث المباشر. فضلا وليس أمرا شاركها يا أخي الحبيب، ولا تجعلها تقف عندك. جعلها الله في ميزان حسناتك، وجعلها الله في ميزان حسناتنا جميعا، والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه. ضع لي تعليق أسفل الفيديو باللي انت حسيت به أثناء الاستماع لهذه الرقية، وسوف أقوم بالرد عليك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.